اخيرا بس، وانا عارف ان انت هتقولي لما هنرجع برضه، ملف التجديد للاربع لاعبين اللي المفروض تجدد لهم. انا قلتها يعني، كان كلامي مع اللعيبه كلها ان احنا ان شاء الرحمن في مارس يعني، فخلصنا شهر فبراير يعني بشكل يعني في نص تكمل يا رب ان شاء الرحمن في بريتوريا، وان شاء الرحمن نرجع بقى يبقى عندنا متسع من الوقت سواء كان محليا او افريقيا ان احنا نتكلم في حاجات وملفات كتيره كانت في ان شاء الله كابتن سيد، عزوماتك بقى لما ترجع بقى يا رب يا فهد، انت عارف يعني انت ما تعزمش خالص بس مش مشكله برضو واحد يعني موضوع برضه يا تاني راجل، عظيم. ده انت مخيط جيبك يلا ماشي يا سيد، ماشي يا كابتن بقولك سيد، قول ماشي قول سلام سلام. لا خلاص ماشي خلاص، انا عايز اقطع تاني قول مفيش مشكلة. لا انت اكتر واحد في الدنيا بتلبس بناطيل من غير جيوب ماشي يا كابتن سيد، بتنسى انت خلي بالك على طول. ماشي ماشي انسى ايه، اكيد كنت لما عزمنا كنت انت معزوم اصلا اكيد ماشي يا كابتن سيد، خلاص ماشي يا سلام حبيبي، توصل سلام بالسلامة إن شاء الله وترجعوا بالسلامة إن شاء الله، يعني متصاعدين للدور القادم. أشكرك كابتن سيد حفيظ مدير الكورة بالنادي الأهلي، يعني سيد طبعا كابتن سيد دمه خفيف، إحنا يعني زمايل ملعب زمايل غرفة سنين طويلة، وكل التوفيق ليه إن شاء الله، يعني لأنه من أفضل مديرين الكورة اللي جم يعني في تاريخ مصر طبعا بعد نجوم كبيرة كابتن ثابت البطل كابتن حسن حمدي، أيضا يعني كل التوفيق ليه في الفترة القادمة، لأن الامور صعبه، المباريات صعبه بالنسبه للنادي الاهلي، مطالبه ببطوله افريقيا، اعتقد ان ده شيء مهم جدا لجماهير النادي الاهلي في الفتره القادمه، بقى لهم فتره عايزين يفرحوا بالكاس ده، وصعوبه البطوله زي ما قال كابتن سهل عبد الحفيظ في الفتره القادمه ان الوضع مختلف، هتلاقي حتى التواني يعني فرق قويه جدا، الوداد ما زال زي ما احنا كان بيتكلم كابتن سيد هو اللي في الطريق للنادي الاهلي، اثنين كسبان اثنين النجم، فاعتقد الامور صعبه. على الناحيه الثانيه الزمالك عنده فرقتين صعبين جدا، ان شاء الله لو عدى المرحله دي مازيمبي والرجاء، فالموضوع في البطوله بقى صعب جدا عشان توصل لنهائي افريقيا.